السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في شيوات السبعي. الفيديو اليوم بغيت نحضر فقاس بلدي. غادي نحتاج ليه 6 البيضات كبار، بيض غليظ ماشي رقيق، وغادي نحتاج ليهم كما كتشوفوا زلافه نتاع سنيده، زلافه نتاع الزيت، كاس تاع الجلجلان غير مغسول ومنقي، راه ما محمر ما والو، كاس ديال اللوز، معلقه كبيره ديال النافع البلدي، ماشي النافع الغليظ، النافع البستاني تيكون رقيق. غادي نحتاج خمارة ونص، غادي نحتاج قبيصة الملحة، كاس تاع الزهر البلدي، هاد الزهر كنقطرو حتى توصل ان شاء الله وقتو، وغادي تشوفوا التقطار ديالي. غادي نبدا ان شاء الله على بركة الله. نبدا دابا على البيض، 6 تاع البيضات كما قلت لكم، زلافة تاع السنيدة، زلافة تاع الزيت. هاد المقادير يمكن السيدات يديروا النص ديال المقدار، جو شوية كتر، ولكن اللي غادي دير النص راه ممكن. دابا غادي نبقى نضرب هاد المقادير، هاد البيض، شوية ديال الملحة، قبيصة تاع الملح، غادي نبدا نخلط هاد العناصر، البيض والزيت والسنيدة. الفقاس زوين دوا زتاي، كنبغيه في اي وقت، تعمري كاس تاع اتاي مع القهوة، مع هاد الفقاس البلدي كيكون فيه تقاوت الجلجلان واللوز والنافع والزهر، كيكون فيه زوين. غنبقى نخلط في هاد العناصر حتى ينسجمو مزيان. عاد نزيد الزهر ونزيد الجلجلان واللوز والنافع، كما قلت لكم النافع البلدي رقيق كيجي فيه حسن، فالمذاق ديالو كيجي زوين ورقيق، كيجي داخل في العجينه ماشي بحال الغليظ، غير شويه كيجي باين. واللي عجبتو هاد الوصفه تاع الفقاس، يدير جيم ولا عاد اكتشف القناة، يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد ان شاء الله. كنشكر الناس اللي كيتابعوني في القناة على التعليقات ديالهم، الله يجازيهم بخير. دابا غادي نزيد الجلجلان كما قلت لكم، غير من قيمة محمر ما والو، مع تنطيبو الفقاش جوج طيبات كيطيب فيه كيجي حسن. هذا اللوز، هادي معلقه كبيره نتاع النافع، هذا الزهر، كاس تاع الزهر، هادي دابا نبدا نخلط بيدي. الطحين ما كنعبروش، على حساب كل طحين والقياس ديالو في كيشرب ولا اللي ما كيشربش، نبقاو نديرو حتى كنحصلو على القياس ديال العجينه ديالنا اللي بغينا. مع الفقاس ما كيكونش خفيف عجينتو شويه، باش كنديرو حرابل كتكون شويه عجينتو واقفه، ما كيكونش مطلوق. ها هي الباكيه ونص تاع الخماره، حتى هي درتها مع الطحين. اول فقاس على هذا القياس، هو هذا القياس هذا كيكون
كيكونش جاري بزاف باش نبقاو نشكلوه هابل. بانا جمعتو، دهنت الطاوة بالزيت اللي غادا نطيبو فيها، هي غادي نبدا نشكلو على شكل حرابل. درت فيه اللوز صحيح باش ملي كنقطعو كيجي باين. كاين بعض النوبات كنديرو اللوز مهرمش ولا مقطع بالموس، ولكن هكا صحيح. ملي كتقطعي الا كان شي حاجه باش شي موس يكون ماضي ولا كيتقطع في الفقاس كيجي الشكل ديالو زوين، كيجيو هذوك اللوزات مقطعين باينين. مع هذا الا كان الموس ماشي ماضي كتجي تقطعي كيقيس اللوزه وكيتزلع ما كيبقاش واقف. القاس هاني ساليتو، غادي نشعل الفران وندخلو. ما غاديش يكون الفران سخون، غادي يطيب شويه من التحت حتى كيشد راسو، كنعاودو نطيبوه من الفوق حتى نعاودو ان شاء الله نتلاقاو ملي يطيب. ها هو القاس بعد ما طاب الطيبه الاولى، انا دابا عاد خرجتو من الفران، غادي نغطيه مزيان باش يعرق حتى يبرد ان شاء الله ونقطعو ونعاودو نتلاقاو. ها هو القاس ملي برد، دابا غادي نقطعو. كنقطعو بهاد الكيتور هذا حيت ماضي، هو الفقاس ديما كيبغي باش تقطعيه يكون ماضي. غادي نبقى نقطع ونقاد في الطاوة. غادي نبقى هكا حتى نكمل الفقاس وندخلو الفران يطيب ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. ها هو الفقاس كما شفتو هكا كيجي. كنتمنى طريقتي في التحضير ديالو تعجبكم، واللي عجبو هاد الفيديو يدير جيم، واللي عاد اكتشف القناة يدير اشتراك، وحتى نعاودو ان شاء الله نتلاقاو في الحلوة اللي غادي تتبعو. وبالصحة والراحة.